جهات الرايه البيضاء فتحت تلك البوابات على بركه الله، اندفاع موفقه وامنه لهذه الاسماء. لدينا 12 اسما متنافسه في هذا الشوط. تبدا الانطلاقه مشاهدينا من علامه 2000 متر مع نيوت رجر للمركز الاول مباشره في ظل متابعه من هاغنون اوف يوث في المركز الثاني كما هو يتضح لنا في هذه الصوره، بينما الحضور من ايجلز فلايت في المركز الثاني، ثالثا لوغ دورغ ياتي في المركز الرابع، وايضا في المركز الخامس دارك سيس ميستر من المسار الخارجي، بينما لا زالت قياده هذا الشوط مع الاسطبل الاحمر ونيو تريجر ابن نيو ابروتش للمركز الاول بطولين كاملين واكثر يتقدم في هذا الشوط، بينما هناك دارك سيس ميستر من المسار الخارجي، وايضا هنا من الداخل هاغنون اوف يوث يتقدم للمركز الثاني في ظل المتابعه ايضا من لوغ دورغ في حضوره الثاني في المضمار السعودي. ايجلز فلايت قادم للمركز الثالث، بينما نيوت رجر ما شاء الله تبارك الله على هذا الحضور وعلى هذا المركز المميز لنيوت رجر الذي يتقدم وبقوه ما شاء الله تبارك الله. يتابع هاغنون اوف يوث في المركز الثاني، بينما ايجلز فلايت في المركز الثالث. هنا تبدا ال 400 متر الاخيره، المنافسه تنحصر، المنافسه ثنائيه ما بين نيوت رجر الذي يتقدم منذ البدايه حتى ال 200 متر الاخيره، وايضا هاغنون اوف يوث. هنا يبدا احمد الازهري يدفع بنيوت رجر هذا الحصان المميز، هذا الجواد المميز، هذا الجواد الكبير الذي يقدم عطاء مميزا ما شاء الله تبارك الله على هذا الحضور وهذه النتيجه وهذا الاسم الكبير نيو تريجر ابن نيو ابروتش للاسطبل الاحمر الامير فيصل بن خالد بن عبد العزيز.